أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 253 ألف برميل، وكانت قد بلغت 7,364,000 برميل يومياً في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة ب 7,111,000 برميل في سبتمبر أيلول الماضي. كما تحافظ السعودية على مستوى الإنتاج العالي والذي ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر تشرين الأول عن مستوى سبتمبر أيلول من العام الماضي.